سخنه جمع لندو وطاريان. بنتي انه قبل ما فاتح وياسمين يتزوجوا انت تتزوجي. غير هيك ما رح خلي هالزواج يصير ابدا. قبل ما يكونوا هن متزوجين انا بدي اشوفك عروس يا بنتي. انت شو عم تحكي يا عمي؟ اذا في شوكه برجلنا لازم نشيلها، واذا ما شلناها ما رح نقدر نخطي اي خطوه. لازم تطلعي فاتح من قلبك وتعيشي حياتك. انا بفهمك منيح عمي. كل اب بيتمنى لبنته السعاده، وانت بدك تشوفني سعيده. بس المشكله يا عمي انه لسه انا اليوم اتطلقت من فاتح، وما فيني افكر بهالموضوع. ويا ريت يا عمي تقلي برايك انا لهي الدرجه ضعيفه، ما فيني اعيش وكمل حياتي اذا ما كنت متزوجه. لا ابدا عمي، انت بتعرف انه بنتك مانا ضعيفه. بعرف انك مو ضعيفه بنتي، وبعرف منيح انك بنت شجاعه، بس كوني انا اب حاسس بالضعف كتير تجاهك تيجو. حاسس بالضعف لاني ما قدرت وقف معك واعمل اي شيء بالمره بعد كل شيء صار معك. شو ما صار فهاد هو قدري بالحياه، ما في داعي انه تلوم حالك على اي شيء. انا عم لوم حالي يا بنتي لاني عندي ولد مثل فاتح، انا ما عرفت ربي منيح. كيف بيقدر يتزوج ويعمل حياه جديده ويتركك لحالك بنتي؟ لا مستحيل ارضى بهذا الشيء ابدا. بس انا مو لحالي عمي، انتو كلكن موجودين معي، انا معي دعمكن وحبكن الي. عمي انا مو لحالي بنوب. انا بفهم مشاعرك تجاهنا بنتي، الحياه قدامك طويله، وبالنهايه نحن بدنا اياكي تكوني سعيده ومبسوطه يا بنتي. لو سمحت عمي لا تجبرني على هالشي، انا عن جد مجروحه ومكسور قلبي كتير، وبدي وقت لحتى انسى. ولوقت ما انسى كل هالوجع هاد ما رح اقدر ارجع افكر بعلاقه تانية. ما بدي، بترجاك سيد خشبير. أنا مستوعب وجعك والشي اللي عم تحس فيه، بس إذا بدك رأيي تيجو معها حق، مو صح إنه نجبرها على أي شي هلأ، لأنه هي دائماً كانت تحترمنا وتسمع كل كلامنا، وهلأ لازم نحنا نحترم رغبتها ونحاول نستوعبها شوي. تيجو موجوعة ومجروحة كتير، بس انت اليوم زودت عليها كتير خشبير. ما مرق غير يوم واحد على طلاقها. شو كان فيني اعمل؟ جوربريت، الشي اللي عملته انا كان هو الصح صدقيني. اذا فاتح اعترف بهذا الشي او لا، خبرتي بالحياة بتقول انه فاتح بيحبها لتيجو. دوريها براسك، اليوم اتطلقوا بالمحكمة وفاتح ما رجع على البيت. ليش؟ المفروض هو يكون مبسوط إذا كان بيحب لياسمين مثل ما عم يحكي، بس أنا بعرف إنه هو بيحب تيجو أكثر بس ما عم يعترف. وتيجو كمان بتحبه كتير لفاتح. جوربريت، إذا تيجو وافقت إنه تتزوج ساعتها فاتح رح يوقفه لهذا الزواج، ووقتها رح يدرك قديش مهمة تيجو بحياته. صح اللي قلته كله صح، بس انت لازم تفهم كمان انه هالحكي مو وقته هلا، هذا مو وقت مناسب انك تضغط على تيجو تتزوج مرة تانية. جوربريت، انا ما عم اضغط عليها، بس كأب انا حاسس بالعجز وعم جرب لاقي حل، وبتمنى من قلبي انه تنحل هالقصة، وغير هيك فاتح رح يدمر حياته بحبه لهي ياسمين. مين اجا هلا؟ معقول تيجو اجت؟ غيرت رأيها ورجعت له؟ ايه
د د د د د د فاتح؟ فاتح شو عم تساوي؟ الباب ليكو مفتوح. يلا ما رح ترحبوا فينا يعني؟ ابن هي العيلة رجع. أنا كتير مبسوط اليوم، كتير مبسوط بشوفتكن. فيكن تشوفوا سعادتي، ها؟ شايفين؟ كيف فيكن تشوفوا سعادتي؟ بس أنا عن جد مبسوط. أنا عن جد مبسوط اليوم، أنا طاير مبسوط ياسمين، كتير مبسوط. فاتح سينغفيرك، كتير مبسوط اليوم، أنا فيني ساوي أي شيء، أي. شو صاير؟ شو صاير؟ أنا حر هلا. بس بابا أنا بحبك، أنت شخص منيح على فكرة. شو هالطريقة هي؟ هيك بتحكي مع أبوك؟ كأنه أنت نسيان كيف بتحكي مع الكبار مو؟ أمي شو عم تحكي؟ نحن بس احتفلنا شوي مو أكتر، كل لازم يحتفل بالحياة، وأنتو ما رح تحضروا عرسنا، بابا قال إنه أنتو ما رح تحضروا هذا العرس، مو هيك قلت لنا بابا؟ وبالتالي هي البنت المسكينة احتفلت، بالمناسبة بنتكم طلعت لبرا، خلص راحت. تيجو راحت، يعني نحن ما عم نهين حدا. والله نحن ما عم نهين حدا. ما بعرف بابا ليش ماله مبسوط. فاتح اتركه خشبير، هو ماله واعي هلا. نحن رح نحتفل كل الليل. يا سو شوفي، نحن نزعنا نومة الكل. منيح. اوه سيداتي سادتي، انا بدي اعمل اعلان مهم. ياسمين يا سو، بعرف انه ما حدا فيكن بيحبها، بس انا بحبها من قلبي كتير كتير، صدقوني انا بحبها كتير 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 كتير. وبصراحة انا قررت اتزوج من حبيبتي يا سو، اتزوج منها. يلا سفوا ما حدا عم يسفي، خلص مو مشكلة، بابا أنت ما رح تباركنا، وبالتالي رح نتزوج من دون مباركتك. أنت متأكد من الحكي اللي قلته هلا؟ إنه حنتزوج عن قريب؟ إيه؟ عن جد؟ إيه؟ واو. تعالي خلينا نحتفل كل الليل، يلا ولا يهمك، أختي أنت كمان تعالي. تمام لا تجي. هذا اللي أنا خايف منه، هاي البنت ياسمين عم تدمره شوي شوي، تيجو كانت قادرة تحمي. بس أنا بعد ما شفته بهالمنظر البشع فهو ما بيستاهل لتيجو أبداً. أنا آسف بابا، أنا آسف كتير بابا.
فاتح. اختي اسمعي. اسمعي، فيك تسمعي هالشي؟ صوت كأنه شي مكسور من جوا، مكسور هيك هيك. شو هاد اللي عم تعمله يا فاتح؟ شو عم تعمل؟ اختي عدي هون، عدي. هي بتكون غرفتي هلا، تيجو اخذتها لفتره اما هلا راحت. هلا هذا التخت لإلي، هلا صار فيني نام بشكل منيح. صار لي زمان ما نمت منيح. ما بعرف ليش فاتح، بس صدقني انا عم اشفق عليك وكتير عن جد. شو؟ طيب ليش بتشفقي علي؟ لأنه أنت يا أخي يا فاتح عم تغلط نفس غلطتي يلي أنا غلطتها. أوه أختي، هذا اللي بيسموه الحب، أول شي بيخليك تغلطي، بعدين هالحب بيدمر حياتك. أختي روق حبيبي، اهدى طول بالك. ايه انا كتير منيح كتير منيح. ايه فاتح صدقيني اختي انا عم ابكي من السعادة. تعرف شغلة فاتح، انت مفكر انه ما حدا حاسس قديش غيابتي جو موجعك من جوا؟ أنا بوافقك، ما بعرف كيف هي هلأ، أكيد منيحة من دوني. يا ربي، بعتقد إنه أنا دايخة كتير. ليش عم شفتي جوا واقفة هون قدامي بهي اللحظة؟ مستحيل. شو يلي بده يجيب هلأ؟ أنا ماني وعيانة وكتير دايخة. فاتح وين؟ تيجو؟ شو يلي جابك؟ في معي شوية أوراق مهمة ولازم الكل يوقعوهم. فاتح وأنا وأنجاد. خلي فاتح يوقعون. خديهم أنتي، وأنا مو سكرتيرة فاتح الشخصية، شو بدي أعمل فيهم أنا؟ ما دخلني أصلاً، وفاتح ما رح يجي على الأكاديمية اليوم. روحي يلا. ضروري كتير تتوقع الأوراق، غير هيك المشروع بيتأجل. طيب شو أعملكن؟ ما عم تفهمي إنه فاتح ما رح يجي اليوم على الأكاديمية لأنه مشغول بقصص تانية؟ وإذا مالك مصدقتيني معناها خدي تفضلي، يلا قرأي رسالة فاتح. ولا قلك تيجو أنا رح أقرأ لك إياها. ما رح أقدر إجي على الأكاديمية اليوم أبداً لأنه أنا عم جهز مفاجأة حلوة للي بدها تصير مرتي، بس لبعد كم يوم. حبيبتي ياسو، حبك موت. سمعتي ليش فاتح ما رح يقدر يجي أبداً؟ بعدين أنا ما عم أفهم أنت شو يلي جابك على الأكاديمية؟ الأحسن إنك تروحي،
روحي يلا لعند هداك المستثمر الغليظ. شو بدي أعمل؟ هلا أنا لازم روح لعند أنجاد. مو معقول شو مزعجة. سيد رجات؟ وينه أنجاد؟ آسف مدام، سيد أنجاد مو هون. كيف يعني هو ما إجا؟ كيف فيني أوصله؟ هو بمكان ما حدا بيقدر يزعجه أبداً. طيب اسمع رجات، أنا بدي إياه ضروري، في وراء لازم يوقعهم، لو سمحت قلي وين بلاقي. طلعي لهنيك. مدام قلت لك انه انت ما فيك تروحي لهني. راجات انا لازم شوفه ضروري، هدول الاوراق مهمه وبحاجه توقيعه. معقول يعني ما في حل؟ لازم روح باي طريقه. طيب في طريقه. طيب قل لي شو هي. مدام شوفي هذا التراكتور، بس ما حدا بيقدر يسوقه غير السيد انجاد. المفاتيح. رح تسوقي؟ ايه، انا بنت فلاح ونحن عنا مزارع، وأكيد فيني سوق التراكتور. حلو كتير، تعرف تسوق التراكتور. شو المواهب اللي لسه مخبيتيها يا تيجو؟ يا عيني يا عيني. هاي تيجو، اهلا اهلا. شو عم تعملي عندك؟ خليني اقول لك شغله، اليوم انا شايف قمر راكب على التراكتور. تخيلي هالقمر عم يسرق قلبي وما بعرف على شو ناوي. انا ما عم بقدر صدق قمر عم يسوق تراكتور حلو كتير. انت عن جد غريب. انا علقانه هون وبدل ما تساعدني قاعد عم تضحك وتتسلى. ما لازم توقفي شخص عن الضحك، هالشي غلط كبير، لأنه يمكن تتعاقبي وتوعي بقلب الوحل. أنجاد ساوي اللي بدك إياه، بس المهم ساعدني. يلا طفي التراكتور من عندك، طفي يلا بسرعة طفي. بعتقد مو جاي عبالك تساعدني. مو ولا يهمك، أنا رح ساعد حالي بتشوف. نجحت. فهمني عشو عم تتطلع؟ نزلني هلأ يلا. متأكدة؟ ايه. انتي قلتي لي نزلك وانا عملت هيك، هذا مو غلطي. اه؟ آسف. معنا مي اذا بدك تغسلي. Thank you.
تيجو إليلي أنت منيحة؟ رجات منشفة بسرعة، يلا هات من إيدك. هلأ بتروحي على البيت وبتغيري ثيابك، أنا رح وقع الوراق لا تخافي. رجات وصلها على البيت. تيجو شو صاير؟ شو صاير معك؟ انت منيحة بنتي؟ ليش هيك كلك مي؟ قصة طويلة بحكي لكم اياها بعدين، لو سمحتوا عطوني دواء كرمال اتحسن شوي. رح اعمل لك شي سخن حتى تشربي. روحي ارتاحي بنتي، روحي وغيري ثيابك. امي بعرفها انه هي صغيرة، بس تبلش تعطس هيك اكيد رح تسخن، لهيك لا احكي مع الدكتورة. رح دق لتيجو اطمن عليها كيف صارت. يا ترى ليش ما عم ترد علي؟ معقول مقلبي كانت تقيلة عليكي تيجو؟ طمنيني دكتورة. ما في داعي تخافوا عليها، هي نزلت برد عادية، رح اكتب لها أدوية تاخدهم بالوقت وخلال يومين بتتحسن. فاتح ابني انت وين كنت؟ ليش مو بالأكاديمية؟ كان عندي شغل. اللي شو هالشغل اللي أهم من الأكاديمية فاتح؟ الأكاديمية اللي كانت عم تشتغل عليها تيجو ليل مع نهار، وتحملت مسؤولية الشغل كله، وحضرتك تركت هذا الشغل ورحت تعمل شغلك. شو راح يفكر أنجاد؟ إنه الأكاديمية آخر همك؟ أنا بعرف منيح إنه الست ياسمين سبب كل هذا الشيء. وقت اللي بدها هي بتشغلك بحالها، وأنت بتترك كل شيء كرمالها. شو دخل ياسمين؟ بتضلك عم تلومها بابا. ومشان الأكاديمية تيجو هنيك بتهتم فيها. الله، معقول هي تهتم فيها برأيك؟ البنت مريضة ومع هيك لسات عم تدير بالها على الأكاديمية. بس أنت آخر همك هالشي، معقول أنت ما تدق لها تليفون وتطمن عليها وعلى الشغل؟ إذا هي ما بدها أني أحكي معها ليش لحتى دق لها؟ أنا مالي زوجة، ما عاد إلي الحق بنوب أني دق لها وأتدخل بحياتها، صح بابا؟ هذا الولد أكيد جن. واو، هذا الفستان بجنن. يس، إيه فاتح، هاي هي مفاجأتك. شكراً إلك، أنا انبسطت كتير. فاتح أنا حبيت هذا الفستان كتير وطاير عقلي فيه. أنت كيف عرفت شو بحبها؟ اللي هلأ عم اسمعك فاتح. يلا، لأنه العالم القريبين من قلبك بتعرفي شو بيحبوا. أوه عن جد شكراً، بحبك. ليك اسمعني فاتح، تعرف أنا شو عم فكر؟ البنت مريضة، على الأقل كانت تصل فيها وتطمن عنا وعن الشغل. فاتح، إلي ساعة عم احكي وانت مانك هون، بشو بالك مشغول؟ إلي بشو عم تفكر؟ انا اسف ياسو، انا تعبان وعندي كتير شغلات اعملها. عم تفكر بسفرنا؟ ما اكيد، انا رايح اركض شوي لحتى يصحصح مخي. استنى، خد هوا نقي منيح، لانه بس يكون المخ مصحصح فيك تعمل كل هذا الشغل، صح؟ باي. ياسمين حدا كتير أناني، هي بتحب فاتح كتير بس ما بتقدر تشوف وجعه.
قديش هدول الأختين بيختلفوا عن بعض؟ شو بدي أعمل؟ فوت لجوا؟ بس كيف؟ ما فيني أعمل هذا الشيء، ما بعرف كيف أتيجوا. ما بدي. مو على كيفك. قلت لك ما بدي اشرب. انت اذا اخذتي برد هلا رح يصير وضعك أسوأ من هيك بكتير. يلا اشربي هاد ورح تصيري احسن عن قريب. يلا مر؟ ما حسيت بهالشي. بدك إني أخلطه مع شوية عسل وحليب مثلاً؟ إيه؟ فكرة حلوة. فكرة حلوة، نسيها. يلا شربي، لازم تصيري أحسن، لازم تتحسني. يلا دائما لازم تدير بالك علي، مفهوم؟ فاتح، أنت هون؟ إيه هون. ما ضل في علاقة بتربطك مع تيجو، لهيك ما في داعي إنك تجي لهون. بنتي عم تحاول تتخطى الموضوع وتبلش حياة جديدة، بترجاك خليها تعمل هالشي فاتح. جاد ليش عذبت حالك واجيت لعندي؟ ما فيني شي. شكرا لاهتمامك فيني، وما كان في داعي انشغل بالك على زميلتك. يمكن المشروب كان مر لهيك عم تحكي شغلات مره.
شكراً لاهتمامك فيني، وإن جاد ما كان في داعي ينشغل بالك على زميلتك ومن هالحكي. بتعرفي شغلة تيجو؟ جرحتيني هلأ. أوكي، آسفة. لا، للأسف ما رح ينفع، لازم تدفعي ضريبة على هذا الشيء. أنت بتعرفي إنه مشروبي هذا دوا لكل شيء؟ أنت ما بتعرفي إنه وقت رح تشربيه بالطيبي؟ أي حدا بيكون مريض كتير بياخد هذا المشروب كرمال يتحسن. عن جد؟ معناته خد هذا المشروب لكل الموظفين عندك. هذا الشيء بيعتمد على المريض. إذا كان كبير بالعمر بياخد زنجبيل ودواء مع هذا المشروب، وإذا كان المريض صغير بالعمر بياخد قصب السكر معه. بس وقت بيكون المريض زميل حلو فبياخد مع المشروب زريعة صغيرة. هالشي حلو كتير، بس لشو الزريعة؟ إمتى ما اطلعتي عليها رح تكوني وقتها عم تنطري حدا. عن جد؟ مين يعني؟ الورود. طيب شكراً إلك كتير على هدية. يا أهلا وسهلا. وشكراً إنك إجيت. ما حدا بيطلع له معك بالنقاش. إيه ذكرتيني، رح خليكي تربحي بس تصيري أحسن من هيك. بس بدياكي تتحسني، احذري. ليش؟ ليش؟ لأنك كل ما تحسنتي أسرع رح ترجعي على أكاديمية أسرع، وقتها منقدر إنه نبلش بالشغل بشكل أسرع كمان ونحط الخطة، وهذا من مصلحتي. ذكي. طيب أنا رح أتحسن بسرعة وأرجع على الأكاديمية، وإنت روح هلأ على شغلك أحسن ما تتأخر. كأنك عم تحاولي تتخلصي مني، ما؟ لأنك رح تتأخر. بس وأخيراً ضحكتي، أنا مهمتي خلصت. أنا هو المسؤول عن الشيء اللي صار معك. لو ما وقعتك بالوحل ما كنت رشيتك بالمي ولا بردتي، وما كنت هون، وما كنتي مضطرة تشربيه. معك حق. أنا آسف تيجو. لا تفكر كتير، أنا كتير منيحة، فيك تروح يعني. إمتى ما احتجتيني أنا موجود. تيجو، إمتى ما احتجتيني رح تلاقيني جنبك دائما. الحكي سهل كتير بس ما حدا معك. جربيني على الأقل. هو عن جد أنا قصدي ما في داعي تتظاهري بالمرض بس لأنك لازم تدفعي هاي الضريبة تيجو. تفضل ابني، اشرب الشاي. شاي بالزنجبيل كتير حابب اشربه، بس تيجو عم تحاول تتخلص مني بسرعة كبيرة. بس شو فيني اعمل، ما فيني امسك حالي، انا لازم اشربه وكرمالك. كتير طيب، بشهي. طيب خالتي تعي اعطيكي وصفة المشروب تبعي. لا 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 لا، شو هذا اللي عملته؟ ليش بعثت رسالة لتيجو؟ بتمنى ما تكون شافتها. شو اللي عم يصير معي؟ ما بعرف ليش أنا هيك متضايق من شوفتهم مع بعض. هالشي ما له فايدة، لازم تنساها وتكمل. أنجاد عم يدير باله على تيجو، منيح إنه هو معه لحتى تشاركه وجعه، ما لازم ضلني أفكر فيها. أربعة قرنفل
وحبة هيل كبيرة وفلفل أسود نوعية منيحة، رشة واحدة بس وخلص. وهلأ اطحنيهم منيح. خلصنا، وهيك جهز المشروب اللي عمره 500 سنة. من وين تعلمت تعمل هالمشروب العشبي؟ هاي الوصفة ورثة عن أجدادي من جدي الأكبر للي بعده، هيك حتى وصلت لعندي. لهيك أنا عملتها لتيجو، بس للأسف بهدلتني. هلأ صار دوركم. دايماً خليك هيك عم تضحك وتمزح ابني، انت كتير مهضوم. ايه هدول رفقاتي بالشغل، هنن ما بيخلوني ارتاح أبداً. وهلأ يا جماعة لازم روح. يلا شكراً، بشوفكن. رح اطلع معك لبرا كرمال ما ارجع لهون. شكراً لألك حماتي. هالشاب حباب، شكله حلو متعلم. ايه محبوبة، وهو منيح من جوا كمان. شفتي كيف خلت يجو ترجع تضحك من قلبها؟ مزبوط حماتي. شو البس هاد؟ طلعي سمران، بعد ما خلت يجو تروح من هالبيت عم تحاول تاخد مكانه. سمران اختي؟ ماهي؟ تعالوا فوتوا. ماهي تعالي فوتي، بدي ورجيكي. شوفي حلو؟ تعالي اختي، خلينا نشوف شو جابت من المصاري تبع اخي فاتح. ايه شوفوا، إلي شوي عم جرب هاي الفساتين بس ما عم اعرف شو نقي. انتو بس ساعدوني شو البس، انا كتير محتارة شو اختار. اي واحد خرج الاستقبال واي واحد خرج لحفلة الحنة. اسمعي ياسمين، ما بعرف كذب انا. ايه انتي ما في داعي انك تكذبي ماهي. بصراحة ما في داعي تعملي كل هذا، لانه ما حد رح يحضر لا حفلة الحنة ولا العرس تبعك. بس ليش؟ استقبلناكي لانه ما كان عنا خيار تاني، بس ما حدا بيحبك. لهيك حبيبتي ما حدا رح يجي ولا حدا رح يشوف فستانك، انسي الموضوع. مرحبا سمران، ليش هيك عم تعملوا؟ مو الأحسن تساعدوها تنقي الفستان؟ مو مشكلة، أنا بنقي لها. يي ياسمين. إيه؟ البسي هذا الفستان الأسود، أنا عجبني وحلو كتير، أكيد رح يلبق لك. يعني هذا الفستان رح يلبق لي؟ بيلبق لقلبك، قلبك الأسود. ورح نحط غنية كالا شاكالا، أو كالا شاكالا، أو كالا شاكالا. شو رأيكم؟ حبيتوا؟ يلا أمشوا، رح نهتم بالأغاني وأنت جهزي حالك. هلأ مو وقت أشغل حالي فيكم، رح أتعامل معكم بعدين بتشوفوا. أنا ما رح ضايق حالي وإنزع مزاجي هلأ، رح ورجيكم. شبك؟ ياسو 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 فاتح. ياسو فاتح. ياسو إيه؟ ياسو ياسو فاتح. شو صار؟ نزلني، شو الموضوع؟ أوه واو، حلوين كتير. شو رح تتسوقتيهم؟ حلو عن جد عن جد، أنت كتير بنت مزوقة حبيبتي. على فكرة أنت كل شي بيلبق لك، بصراحة رح تطلعي مثل الأميرة كتير حلوة. شكرا فاتح، بس ليش عم تمدحني؟ أنت منيح ما هيك كل شي تمام صح؟ قلي إيه أكيد. أوه معناها لأنك ركدت مشان هيك حاسس حالك مبسوط ما؟ ايه حاسس اني منيح وكل شي صار واضح. صدقيني انا كتير مبسوط معك يا سو. طيب معناتها قلي شو رح نعمل؟ هلأ نحنا رح نتزوج ونعمل عرس كبير، صالة مكياج تياب شو ما بدك رح جبلك. نحنا منتزوج مرة واحدة مو هيك؟ صح؟ ايه كتير حلو هذا الحكي، وأنا رح كون العروس لأول مرة، يعني رح أحقق كل أحلامي. إيه لازم نجيب إكسسوارات. إيه لكان خلينا نروح على السوق بكرة. إيه بس شو صار يا سو؟ ما حدا رح يقبل يجي على عرسنا. ما بيهم هذا الشيء، لأنه أنت رح تكوني وأنا كمان. بكفي، ما بدنا حدا، ما عاد فيني استنى. بدي أكون معك، خلينا نتزوج ونروح على كندا. لهيك أنا مستعجل كتير. عن جد اللي عم تقوله؟ إيه؟ رح نروح على كندا بعد العرس؟ إيه أكيد. واو شكراً كتير، أنا بحبها. أنا
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.